يبين الشكل موصل مستقيم يسري به تيار وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم. احسب القوة المغناطيسية المؤثرة. أولا، القوة المغناطيسية تساوي التيار في طول السلك في المجال المغناطيسي في جيب الزاوية ثيتا. الآن التيار هو عبارة عن 4 أمبير ضرب طول السلك 2 سنتي، أي 2 بالعشرة متر، ضرب المجال المغناطيسي 3 بالعشرة تسلا، ضرب جيب الزاوية ثيتا. ثيتا هي ما بين طول السلك لام، أي نفسه التيار، وبين المجال اتجاه المجال المغناطيسي، يعني 90 درجة. جيب 90 درجة تساوي 4 × 2 × 10 × 3 × 10 × 1 وتساوي 24/100، إذن 24% نيوتن. الآن اتجاه القوة المغناطيسية هي باتجاه صاد السالب. إذا لنرسم اتجاه التيار والمجال المغناطيسي ونسير من التيار إلى المجال المغناطيسي وهي مع عقارب الساعة، إذا نختار المحور الثالث السالب وهو هنا قاف، أي يعني صاد السالب.